دين الشيعه عامل زي الالعاب الالكترونيه او التطبيقات اللي على تليفونك، كل فتره لازم ينزل لها تحديث اوبشن جديد. الاوبشن اللي معانا النهارده ان اي شيعي يقدر يتصل بالائمه وهو قاعد في مكانه ويطلب منهم اللي هو عايزه. لكن قبل ما تشوف الكلام ده حابب اكلم الشخص الشيعي العاقل بس سؤال صغير او استفسار بسيط. طبعا حضرتك تؤمن بكتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب، الكتاب ده اللي بيقول ان القران محرف، فالسؤال اللي ممكن يحيرك ازاي الائمه المعصومين ما قدروش يحافظوا على القران وسابوا للتحريف؟ السؤال اللي اكتر منه ازاي اصدق الروايات المنقوله عن المعصومين وهم نفسهم ما قدروش يحافظوا على القران اللي هو كلام ربنا؟ اضمن منين ان اللي وصلني الكلام ده ما حرفش كلام الائمه، لان كلام ربنا افضل من كلام الائمه الا اذا كنت كافر زي علاء المهدوي وتؤمن ان مفيش اله وان علي بن ابي طالب هو الاله. علي خالق، علي رازق، علي مميت، علي رب العالمين، علي العرش، علي اللوح، علي القلم، علي الملائكة، علي الجنة، علي حور العين، كل شيء علي. أما لو كنت عاقل هتسأل نفسك سؤال صغير، أجيب منين الدليل على عصمة الأئمة في حين أن القرآن اللي معاك محرف وأن الإمام المهدي اللي بقاله 1200 سنة الأمة ما استفادتش من غيابه بحاجة، معاه القرآن اللي المفروض ان هو مش محرف، أضمن منين أصلاً إن في إمام وهربان بقاله 1200 سنة؟ ما يمكن ده وهم وبيضحكوا علينا بيه، لا أصل الروايات بتقول. يعني أنت بتصدق الروايات اللي ممكن تكون محرفة ولا هي عندك مش محرفة لأن اللي نقلها أصدق من الأئمة؟ ليه؟ لأنه حافظ على نقلها بالشكل الصحيح، لكن الأئمة المعصومين ما قدروش يحافظوا على القرآن وتركوه للتحريف. أنا بقول عشان ما أطولش عليك، تعالوا نشوف الاوبشن الزيادة او التحديث الجديد عند الشيعة. اعزائي المشاهدين خلونا نبدأ مع الاتصال المباشر للامام الحسين رضي الله عنه وارضاه. خلونا نبدأ ونشوف الكلاوات لزيارة الامام الحسين. 442 اتصال، نفتح سبيكر. ايها المتصل الكريم، انت الان في قناة البحبحاني، اضغط لايك واشتراك وسبسكرايب. هذا اتصال مباشر، حاليا تم تحويل المكالمة إلى داخل ضريح سيدي مولاي أبا عبد الله الحسين. في 1000 واحد بيتصلوا في وقت واحد، الإمام الحسين هيسمع مين ولا مين؟ مع ولاية تكوينية، هنحتاج الولاية التكوينية دي كمان شوية، ركز. عليكم بالدعاء ونسألكم الدعاء، شارك المنشور رحم الله والديك. طريقة إلى زيارة أبو الفضل العباس. في أوبشن تاني لأبو الفضل العباس. إحنا مش هنسيبك، لو عايز تحج في أوبشن جديد للحج. هنعمل لك صندوق صغير كده تشتريه تعينه تحت السرير منين ما تحب، عادي احنا معاك في كل حاجه. ده اخر تحديث، في تحديث بقى السنه الجايه مش هنقول عليه دلوقتي ان شاء الله. ازياد بالتليفون 443 3 اتصال، الاتصال مجانا. ايها المتصل الكريم، تحت قبه المولى ابي الفضل العباس عليه السلام. مده دقيقه اصير انت فوق القبه. هو قال لك تحت القبه؟ لا ده طلعك فوق القبه. عادي يا عم، تحديث جديد برضه. تقدر تدعي لمدة دقيقة كاملة، تقدر تدعي وتطلب حاجتك انت وقاعد بالبيت. اوعى تيجي، هم حسوا ان الناس بطلت تروح فقال لك لا احنا عاملين لهم اوبشن، فعمل الاوبشن غسيل وجه يعني كده اللي هو ايه، احنا مش عايزينهم يجوا، احنا عاملين لهم اتصل. الو محمود عامل ايه؟ الله يخليك، ما ماشي، ابقى ارزقني وانفعني وشفيني ودلعني، مع السلامة. شارك المنشور ونسألكم الأجر والثواب. بقول لك نسألكم الأجر والثواب، الناس دي بتعبد أي حاجة ماشية، يعني بيعبدوا أي حاجة ماشية كده عادي، ما عادي وراها كده، نسألكم الأجر والثواب. أبو عبد الله جيت كنت عنا من البصر. يا أبو عبد الله ميتي أزم ضريحك يا أبو عبد الله. سلام الله عليك يا أبو عبد الله. سلام الله عليك. سلام الله عليك سيدي يا مولاي. على كده مين اللي بيدفع الفاتورة بتاع الإمام؟ يعني مين اللي بيدفعها؟ ولا ده خط مفتوح مجانا عادي؟ مدد ده جاي مدد من فوق. السلام عليك يا عبد الله الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين رضي الله عنهم اجمعين، رضي الله عنهم اجمعين. السلام على ظهير الحسين ابي الفضل العباس. لا 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 معلش، الخط ده لابي عبد الله الحسين، في خط تاني لا ابو الفضل العباس، ما تدخلش الخطوط في بعض عشان ما تعملش قفله. ركز يا موالي ركز. طب حاجتك سالفه يا امام الحسين يسمعك. يا سيدي ابا عبد الله، اقضي حاجه كل محتاج وجاهك. اقضي حاجه كل محتاج. شافي كل مريض، انصر جيشنا، انصر حزننا المقدس على كل من اراد سوءا بهذا البلد العظيم. يا ابا عبد الله سيدي، سجلنا من زوارك يا ابا عبد الله.
صفلنا مشاعرك، مشاعرك شنو بهاي اللحظة؟ مشاعري حاسس بالحر، حاسس بالوقفة السوداء اللي انت وقفتني فيها ديت، وان انا بكلم نفسي يا ابا عبد الله. امنيتي ازم ضريحك يا ابا عبد الله. امنيتك تزول ضريحه ليه؟ هو مش معاه ولايتك ونية المفروض يروح لموليه، المفروض يعني يتعدد في الاكوان. تبقى انت قاعد في البيت وهو يجي لك مثلا، يعني هنبقى نقول له، هنبقى بتصل بالرقم اللي هو انت بتتصل اكيد بالرقم المجاني، في رقم مدفوع على طول هتزور. لا مش معنى يا ابا عبد الله. اه سجلنا من زوارك يا ابا عبد الله. متلفه حجيه توصلين للضريح مال امام الحسين، تلزمينه وزورين. زين انا هسه راح اخليك باتصال كانما انت يم الضريح، راح اعطيك الموبايل تسمعين صوت الزوار اللي لازمين الضريح وجاي يطوفون ويزورون، واريدك تدعين وزورين الى ان توصلين وتزورين مره ثانيه اللي هي الواقعيه. تفضل حجيه سمعي بنفسك. ايها المتصل الكريم، انت الان ايها المتصل الكريم في سيد الشهداء عليه السلام، وهذه اصوات الزائرين خاشعه ملبيه نداء فزور واطلب حاجتك من الله فانها ستصل. اضحكوا على الناس يا جدعان، بيستخف عقولهم، بيستخف عقول الناس. يا مولاي شفاعه اريدها، شفاعتك اريدها سيدي. ايها المتصل الكريم، انت الان تحت قبه سيد الشهداء عليه السلام. طب ما احنا ممكن نعمل البتاع دي كده عاد، اعمل لك بكره، انا في البرمجه كده ممكن اعمل لك بكره رقم اسالوني عليه وترن عليه يقول لك انت الان تحت قبه السيد المهدي المسردب عادي يعني، بس هو مش فاضي عشان بياكل لبن وبيشرب عيش. وهذه اصوات الزائرين احساسك شعورك بالايمان، فزر وطلب حاجتك من الله فانها ستقبل. السلام عليك يا عبد الله. السلام عليك يا سلام. السلام عليك يا عبد الله حسين. ان شاء الله كل مريض ان شاء الله انت تكون بخير. ان شاء الله امام حسين انا مرهقت رجعت على شغل. الامام بيتمتع في الجنه وانتوا في البلاله. الامام سيد هو واخوه الحسن اللي ما شفناش شيعي عامل له مولد او عامل له ضريح او بيحتفل باي حاجه. لا حسن لا، هتزعلني منك كده يا بحب. هما مش اخوات؟ هما مش الاثنين ابناء فاطمه؟ الاثنين ابناء علي بن ابي طالب؟ الاثنين احفاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه نفرق ما بين الاثنين يا شيعه؟ اعقلها اعقلها شيعي، فكر بعقلك ما تفكرش بحاجه تانية. السلام عليك يا سيدي ومولاي. السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين، جئتك مستجيرا. جئتك مستجيرا، اغفر لذنبي. ان ترحم العراق والعراقيين. السلام عليك يا مولاي يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت فنائك يا مولاي يا ابا عبد الله. هؤلاء زوارك ياتون من كافه انحاء العالم، اسال الله بالشان الذي لك عنده ان لا يرجع منهم خائبا. شوف انت اعلم بالقلوب، انت بتسال ربنا في حضره الحسين، راجل يا كافر بالحسين. والقلوب ان شاء الله تتقارب، ولا استطيع الطلب لانك تعلمون، لانكم تعلمون ونحن لا نعلمون، وانتم تعلمون وهم لا يعلمون، ونحن نعلم وهم لا يعلمون. هل بجاه الله وبجاهه ان يسهل امورنا وامور المؤمنين بحق محمد وال محمد. جاه الحسين يحفظ الشعب المظلوم. أيوة. واجب الامير المؤمنين. ايوه يا الله بجاه الحسين. الشعب مظلوم لانه بيبوس اقدام الايرانيين، بيبوس رجليهم. هو ده اللي انتوا وصلتوا له؟ هي دي الكرامه بتاعت الشعب المحترم؟ شعب خليني ساكت. ابو الحسين اللهم احفظهم بجاه امير المؤمنين. السلام عليك يا ابا عبد الله. السلام عليك يا شهيد كربلاء. اللهم انا شغول يا ابو عبد الله. انا مش عارف اقول ايه، اصل ما حدش بيرد عليا. طب يعني هو مش المفروض معاه ولادك ونيه المفروض ان هو يتكلم؟ يعني على الاقل يقول الو. ايوه اي حاجه يا عم، اي حاجه، حسسونا حسسونا بالكرامات بقى. جيت انت عنا من البصر وطالب ثالث وحيني بهاي السنه. نجحني، انا عايز انجح السنه دي بس. توفقني ان شاء الله بالسادسه. توفقني في السادسه. توفقني بالسادسه. نخش بقى على علاء بسكليتة، علاء الوان لا مؤاخذه. اسمع محترم. خالق علي ورازق، علي مميت، علي رب العالمين، علي العرش، علي اللو، علي العرش. انا مش هعدي اللي فات لانه عادي كلها صفات الهيه. علي العرش. ايوه علي الايه، استنى كده. رازق، علي مميت، علي رب العالمين، علي رب العالمين، علي العرش، علي اللوح، علي اللوح. دي اجيبها ازاي يعني؟ ازاي بلا اللوح المحفوظ يا سيدي؟ معلش عديها. علي القلم. علي القلم. علي القلم ازاي يعني؟ يعني بقى عايز اعرف علي القلم ازاي يعني؟ فيش عقل، فيش مخ، فيش بسكليتة، فيش الوان. كمل. علي الملائكه. علي الملائكه ممكن يعني، ممكن لو في دليل ولا حاجه ممكن. اللي جاي اكتر من كده. علي الجنه. علي علي الجنه. طب ليه مش النار يعني؟ مش النار هو ولا هو النار؟ هو ممكن ممكن النار تيجي الجنه ولا النار. طيب اهي دي كبيره بقى، دي اللي واسعه شويه. علي القلم، علي الملائكة، علي الجنة، علي حور العين. علي حور العين ازاي؟
يعني انا ممكن افوت اللي فات ده كله، كل الكفر اللي فات ده عادي ما اخرج من الكفر من اهل الكفر، فيعني ما هم كفر اصلا. لكن انا لما اصف امير المؤمنين بان هو الحر العين، يعني اي شيعي، ده احنا بنقول ان هم الفرقه الناجيه بقى، انتوا اللي هتعدوا الجنه واحنا هنخش النار. حلو، الشيعي اللي هيخش الجنه هيتجوز الامام علي، يعني انا الحر يا جدعان انتوا عالم مفيش تقدير لامير المؤمنين، مفيش دين، يعني لا خدته من الاسلام لا اسمه ولا شكله ولا عبادته، ده اسمه دين جديد. والله لو هو دين جديد اسمه الدين الشيعي، بعيد بقى عن القران الكريم والسنه النبويه والنبي محمد والهنا، مالناش دعوه، هنعاملكم معامله اليهود والنصارى. كل شيء علي كل شيء علي، وبالدليل انطيك كل شيء ازاي. يعني يسرى جبر في الفيديو اللي فات لما قال ربنا في الكون وبتاع مش عارف، قلت له اللي مؤاخذه الحاجه اللي قدام الباب بره دي ايه؟ اهو كل شيء ازاي، يعني ازاي تخليه كل شيء، يعني مثلا يعني ازاي فيش عقل خالص؟ البسكليتة كرسي متشال، يعني انت البسكليتة كرسي متشال؟ دليل الطيب عندما يخاطب النبي قال يا احمد لولاك ما خلقت الافلاك لولاك ما خلقت الافلاك، حديث مكذوب يعني مش موجود، يعني يخالف القران الكريم والسنه النبويه. الله تعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مش لولاك ما خلقت، لولا علي، لولا علي ما خلقتك، لولا علي مش ما كنتش خلقتك. ما يا محمد انت لو ما علي ما مخلوق بعد، ولولا فاطمة ما خلقتكما. مال يا عم الحاج مال، انا مش هتكلم.